افهم المشهد ده كده واحنا بنشوفه، ايه اللي يخلي برج يميل بهذا الشكل؟ يعني العالم بتحدث من ده ليه؟ يعني يقول لك احنا بنعلم بانه في يعني مباني بتقع وتسقط باشكال مختلفة، انما تميل بهذا الشكل وتعانق عمارة تانية او برج تاني، ده يعني لم يشهده العالم من قبل. يتحدثون عن معجزة، بس للاسف معجزة في الفساد في مصر. اتفضل. المشهد ده بيؤكد ان المشكله في الاساسات، في اساسات العماره وليس في المبنى الاساسات، نفسه، بس اساسات في الضمير، الاساسات. لا اساسات الضمير ده في الضمير، كله بقى، مش في مش العمارة. مش في ده، لكن هي واضح ان العماره حسب ما عرفت من الزملاء يعني اللي في اللجنه حاليا، تم تشكيل لجنه لطريقه هدم العماره، لان لازم العماره عشان يهدموها لازم يعني. تتهد كلها، والعماره اللي قدامها اللي هي سند عليها كمان لازم تتهد، لان العماره اللي هي مالت ديت واخده ترخيص ارضي ودورين فقط، ولكن هي طالعه 13 دور ارضي يعني و13 دور. أرضي ودورين فقط، ايوه يا فندم، هي واخده فيها ترخيص سنه 2003 ويخالف 11 دور وخالف مخالف. 11 دور، يعني خد في 2003 ترخيص بارضي ودورين، وبعد الثوره طلع ال 11 دور الزياده دول، وال 17 دور واخده ترخيص ارضي فقط، ولكن هي طالعه 17 دور، فالاثنين مخالفين، اللي جنبها، اللي هي اللي سندها دلوقتي، اللي سندها دلوقتي. اللي سندها دلوقتي. فلازم العمارتين طبعا نتيجه اللي حصل دلوقتي، بالاضافه ان هما الاثنين مخالفين، فلازم ان هما ينزلوا. الفكره كلها ان تم تشكيل لجنه عشان كيف تتم عمليه الهدم دون التاثير على بقيه المباني العقارات اللي هي حواليها دي كلها. يعني هنا ثبت لنا المشهد ده، يعني دي مخالفة واللي مالت عليها مخالفة، حقيقه ده زواج مخالفات يعني. هي مش بس دول حياتك، اصل الشارع ده 8 متر، احنا في القانون عندنا المفروض ارتفاع المباني مره ونص عرض الشارع، مره ونص عرض الشارع يعني يبقى 12 متر اقصى ارتفاع، 12 دور 12 متر يعني تقريبا 4 ادوار ارضي وثلاث ادوار، يعني يبقى شبه ده حضرتك بتقولي وفقا للقانون يعني. للقانون المفروض يبقى ارضي وثلاث. وبعدين من سخريه القدر ان هذه العمارات في ظهر حي وسط في اسكندريه، في ظهر الحي بالظبط هذه العمارة، يعني الحي اللي هو اللي هي مبنى الحي الحي أيوة. يعني، المبنى العمارتين بتاع دول الحي في ظهره. في ظهر يعني. بالظبط يا جماعة، زي يعني مجرم أقام أمام وزارة الداخلية أو أمام قسم الشرطة، ما هي فلما تشوفوا هذه المخالفات قدام الحي، طب نعمل إيه في الحي يعني؟ بس هو حضرتك قلت يعني جملة الحقيقة هي معبرة جدا، حياتك كل عمارات اسكندريه دلوقتي بقت كده، يعني حياتك اما تمشي لو حياتك شايف الصوره عامله ازاي هتلاقي، بص العمارات كلها عاليه، يعني مش مجرد العمارتين دول. ولكن احنا كنت اتكلمت مع حياتك قبل كده هنا في البرنامج وقلنا احنا في عملنا حلقة انواع وهنشوف ملخصها من شو بعد شوية، بالظبط عشان نقول للناس ان احنا يعني الكلام اللي انتوا شايفينه ده احنا قلناه قبل كده ما في هي حلقة انواع سابقة. المخالفات مختلفه، احنا بس يعني مش عايزين نسرد فيها قوي، ولكن في مخالفات بتبقى فيها خطوره على الارواح، زي دي فيها خطوره على الارواح. هيدا كما طلع مبنى 13 دور بدون اساس قوي فيحصل اللي حصل ده، او ان هو يطلع القطاعات نفسها بتاعت الخرسانه ما تشيلش كل هذا الحمل فتنهار الانهيار التاني بقى اللي هي الاعمده طيب لو ما كانش العمارة اللي هي المخالفة التانية اللي هي 17 دور كانت هتقع طبعا، وكان الناس هتموت اكيد. يعني، هي العمارة دي اللي سندتها البرج التاني اللي قدام. ده هو برضو ربنا رحيم يعني، لان هي بدات موضوع الميل ده الساعه 10 بالليل امبارح واستقرت تقريبا الساعه 3 الفجر، هم لما الناس بدات تسمع الطقطقه الاصوات فبداوا ينزلوا من العماره، من العمارات كلها اللي حواليها، ده انقذ الموقف عشان قبل ما العماره المايله دي توصل للعماره اللي هي اللي سندها، يعني الناس نزلت من العماره قبل ما يوصلوا لبعض. قبل ما يوصلوا لبعض. فده انقذ الموقف ان هو ما بقاش الحمد لله ما فيش خساره في الارواح. ليه هي وصولها للتانية دي خبطتها فيها هتعمل هزة؟ ما هي اوريدي عملت هزه وكسرت الاعمده اللي في منتصف العماره، هم اللي ماسك العماره اللي هي اللي واقفه اللي سانده دي الاعمده الجانبيه دلوقتي. طب خلينا